السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هنتكلم عن ذنب أنا ارتكبته المفروض ما كنتش ارتكبه على الإطلاق. الذنب هو إيه؟ هنحاول نعمل تحدي عشان نصعد جبل كليمنجارو من أجل أفريقيا ومحاربة مشكلة العمى في أفريقيا. وكان لابد نعمل بعض الاختبارات علشان خاطر واحد زي حالاتي في سني أنا يطلع الجبل ده أو إلى آخر. لأن ده هيكون في الاحتفال بعيد ميلادي 70. فقلنا نروح أول حاجة في حتة اسمها بيني فان، اللي هي جبل تقريبا ارتفاعه أقل من كيلو في وسط ويلز. أنا عملت بعض التحديات قبل كده بالمشي في الماضي في رمضان ويوم عرفة ويوم مذبحة سربرنيتسا، وكنت صايم. في الامر ده حبيت برضك ان انا اكون صايم في اليوم ده بالرغم. اسمعوا دي يا شباب عشان لابد نستمع النصيحة من عندهم خبرة، بالرغم من ان كل اللي معايا اكدوا علي اولادي وزوجتي والمنظم للرحلة ان لازم يكون معايا مية ومعايا حاجة تخلي تحافظ على مستوى السكر في الدم ومعايا زي ما تقولوا الناتس اللي هم المكسرات اللي هي الفندق والبندق والفستق والعين الجمل والفول السوداني والبلح الى اخره، علشان اللي هو الطاقة اللي بتطلع مني. كل هذه الاشياء موجودة عندنا واضحة معالم وطريقة اللبس البس ايه واعمل ايه الى اخره. فانا عملت نفسي عنتر من غير سيف، وانا عمري ما طلعت جبل من ساعة ما طلعت الجبال في كشمير في عام 1997-98. طلعت فيهم واحد تلات جبال وبعدها ما طلعتش، وانا مدة كبيرة جدا بسوق عربيات وحتى بطلع سايم بالعافية. فالمهم صح مشيت بعد صلاة الفجر وطلعنا هناك والشباب تاكل. لا انا اصلي ما بحبش اكل وانا بكذا عشان من الحمامات، يعني قعدت ايه يعني ما حبيتش اقول لهم ان انا صايم، وده كان خطر وخطا وكبيره في هذا العمل. واحنا طالعين على الجبل طلعته بمنتهى الصعوبه، خد حوالي اكتر من 3 ساعات. واحنا نازلين على الجبل وانا برضك رافض ان انا اشرب ورافض ان انا اكل اي حاجه، بدات القوه بتاعتي تنهار، حتى ان شابين من الشباب اللي معايا قعدوا يمسكوني عشان ايه ما اقعش مع الدم. بدات اشعر بقى الوقت ده بحاجة أنا أعرفها كطبيب أو كنت طبيب، يعني اللي هي ارتعاش العضلات، يعني تحس إن العضلات بتاعتك كده بترتعش ومش قادرة تمسك المفاصل بتاعت جسمك. بس كنت مكسوف أقول للشباب يعني إن أنا صايم. شوية يجي يقول لي كنت معايا شباب 5-6 شباب، جنجير مالك وبلال والبلالي ورواد مهيوب وفيصل وشاب تاني اسمه معاذ سيف الى اخره. كنت مكسوف اقول لهم ان انا صايم، وكانوا كلهم بياكلوا وجايبين معاهم سندوتشات وجايبين معاهم ميه، هم اصغر مني ب20 سنه واللي ب30 سنه واللي ب40 سنه واللي حتى ب50 سنه، لكنهم ايه اخذوا بالاسباب. انا ما اخذتش بالاسباب، كنت عايز بقى اعمل عنتر شايل سيفه، بمعنى ايه ان انا كنت متمثل المعاناه اللي بيعانيها الشعب البوسناوي لما خرج في التسعينيات كنازح، والأب اللي كان بيشيل أولاده، وشعب الروهينجا اللي متشرد في كل حتة في العالم، والشعب السوري والشعب اليمني إلى آخره. قلت يعني أنا مش هكون أحسن منهم. فالمهم يعني عملت زي ما دول عملوا، لكن ما كانش ليا حق، لأن يعني دول كانوا مجبرين على هذا الأمر. ربنا قد يعطيهم طاقة أخرى، اللي معاهم مال ولا معاهم ماء ولا معاهم أكل وفي أزمة. أنا مش في أزمة، كنت بتدلع يعني. فلذلك لما وصلت الأرض اللي هو نزلنا بقى خلاص بعد ساعات قرابة 6 ساعات و45 دقيقة، كنت منهك يعني إنهاك تام، وبرضك كنت مكسوف أقول للشباب إن أنا كنت إيه صايم، لغاية ما روحت بيت وفطرت إلى آخره. أنا هنا بقول رسالة للشباب، ما تعملش شيء ضد طبيعتك وضد إمكانياتك وضد خبراتك وضد قدرتك وانت في مكان جديد لم تستطع أن تعرف ما يخبئ لك من تحديات. ضد إيه؟ ضد نصيحة
أصحاب الخبرة واسألوا أهل الذكر، وأهل الذكر قالوا لي كلام كتير جدا. فلما نزلت أنا قلت لهم، طبعا كلهم يعني كادوا يحصل لهم حالة من الصدمة العصبية، إزاي أنت في السن ده ما تقول لناش ولو حصل لك حاجة كنا مسؤولين عنك. فالعنترة وعنتر شايل سيف، وما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش أشيروا علي أيها الناس كما زي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، واسألوا أهل الذكر اللي هو. فاعتذرت للشباب كلهم قلت لهم أنا آسف لكن مش هعملها مرة ثانية، وكأنني أنا كالحمار الذي يحمل الأصفار والتي لا يدري ما فيها من كنوز في المعرفة، بالرغم أن كنوز المعرفة دي أعطيت لي بالشباب قبل أن أصعد الجبل. لا تكرروا هذا الأمر مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.